ما بعطانا انا مسكرين بهاي، احنا ما نسكر، احنا اهل البصره ما نخاف، انخلقنا تعساء وراح نظل تعساء الى ابد ما دام اكو تبعيه واكو ناس جاي تخدم البلدان المجاوره، جارك ثم جارك ثم جارك ثم انفجار. هذا جاري؟ جاري دوله اسلاميه، دوله اسلاميه يقولون عليه دوله اسلاميه تسد علينا الماي على مود والله ابو ترامب عنده مصلحه ويا ايران وتضارب ايران، شنو ذنب العراقيين؟ شنو ذنبنا؟ انا عندي شهادتي دبلوم وبكالوريوس حتى هسه عمري 30 سنه ما متزوج، شنو يعني؟ وين حكومتنا؟ حكومتنا كلها تبعيه، ماكو واحد طلع شريف، ماكو واحد اجى هنا قال شريف انا ابن البصره او انا ابن اي محافظه، نريد دوله مستقله خارجه عن التحزب، كلا للاحزاب، كلا للاحزاب، ما اريد حزب. ما اريد دولة تحكمها احزاب، اريد دولة اريد خمام، اريد يهودي، شريف، اريد ما اريد معنا، جربوا بينا زراب معنا، اعتذر عن هاي الالفاظ، جربوا بينا زراب، جربوا بينا زراب، ليش؟ لان احنا عبودية، نمشي ورا فتوى، ليش قالت الفتوى؟ اجاك شيء قال لك فلان، اجاك فلان قال عمك هذا، والله ملينا، والله ملينا، الى اخر واحد خلينا نخلص، خلي الدولة لهم اعطونا دولة نروح لها ونعب انتم العراق. يا بس شردوا من عندنا. يا بس شردوا من عندنا يا ايران شردوا من انت انتقام، انت مشكلتك يا صدام. مشكلتك يا صدام شنو ذنبنا احنا؟ احنا 80 وخسر ما انتهت وخسر الخسائر، هذاك اليوم انا جيت من ايران قبل اسبوعين. جيت من ايران يقول لي سايق التاكسي الايراني يقول لي والله من البصرة نفط البصرة يعطونا رواتب من نفطكم. كل فرد ايراني خدت اسمعنا جلودنا سادتنا والله العظيم والله العظيم اقسم بشرفي وماكو احسن من الشرف صوتي هلدك توصله انا مو جبان ولا صير انت جبان صوتي هلدك توصله والله ما بالله تايخ تاتشي يقول لي انا اخر بشهر نفر فرد ايراني يقول لي 50 تومان قلت له من يجيك؟ يقول والله من نفط البصره واحنا ماكلين خرب الدين ديني الله وكيلك ماكلين خرب بدنا ديني وشكرا